ومشاهدينا، فريق أصبوحة 180 هو أحد المشاريع الثقافية التي تهدف لتشجيع الشباب على القراءة والاستثمار في هذه القراءة، استثمار في الإنتاج أكيد القرائي والمعرفي. حدثنا اليوم عن أصبوحة مع مؤسس المشروع الأستاذ أحمد الشمري، معنا عبر السكايب. يسعد صباحك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك. أهلا أهلا فيك أستاذ أحمد. إحنا رح نتحدث أكثر عن هذا المشروع، لكن قبل ذلك رح نشاهد هذا الفيديو أكيد. عودة لك ومع المشاهدين. في مشروع صناعة القراء أصبوحة 180 طلبنا من عندك جدا بسيط، 8 دقائق للقراءة ودقيقتين للكتابة بشكل يومي، يعني 10 دقائق. هي هذه اللي أنت راح تستطيع من خلالها أنك تشكل الإنسان اللي راح تكون عليه بعد 20 سنة، لأن الدراسات تقول أنه الإنسان اللي راح تشكله بعد 20 سنة يعتمد على الكتب اللي أنت تقرأها الآن. كل ما عليك أن تفعله هو أنك تدخل إلى صفحة أصبوحة 180 على الفيسبوك وتقوم بإرسال رسالة تحتوي على اسمك وعلى عمرك والبلد اللي أنت تنتمي إليها. في الواقع نحن في أصبوحة 180 نعتني بعوامل صناعة الفكر الثلاث، بداية أن تقرأ وماذا تقرأ وكيف تقرأ. هناك مراقب لك بشكل يومي يحرص على قراءتك، وهناك تقييم أسبوعي وشهري. ادخل على صفحة أصبوحة 180 وقم بإرسال الرسالة وخلي الباقي علينا. وعودة للأستاذ أحمد الشمري مؤسس هذا المشروع الجميل. سعد صباحك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. يعني كثرت مشاريع فعلا تشجيع القراءة والمبادرات الشبابية، لكن ما الجديد في أصبوحة 180؟ حقيقة بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، كثرة هذه المشاريع هو شيء إيجابي لأمتنا، وحقيقة هو مؤشر إيجابي أن الأمة بدأت تبحث عن أخطائها وتحاول تطور. نعم. في مشروع صناعة القراء أصبوحة 180 نحن التفتنا إلى نقطة إضافية، نقطة أنه أنت لا يكفي أن تقرأ، لأنه مهم جدا أنه أنت ماذا تقرأ وشنو تخرج بعد ما تقرأ. يعني أنت بعد قراءتك للكتب بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو يعني بأي كان، شنو الشيء اللي أنت تطلع به؟ ولذلك ابتكرنا ما هو يسمى الأطروحة، وأنه أنت تكتب بشكل يومي النقاط اللي أنت المفروض يعني ملخصتها، لأنه التلخيص قد ما يفيدك. الشغلات اللي انت استفادتها من قراءتك وشلون تقدر تطبقها بشكل يومي. نعم. حتى الكاتب الاستاذ خليل الزيود الكاتب الاردني لما شرحنا الى المشروع قال شيء لطيف، قال كل المشاريع ستفشل الا مشروعكم بسبب واحد، لانكم لديكم اولا منهجيه في القراءه. مو جميل. اي كتاب يدخل، والنقطه الثانيه لانه يجب على الانسان انه بعد ما يقرا يحس نفسه استفاد مما يقرا. صحيح. وان يفيد الاخرين، يعني برضه نقطه نشر المعلومات اللي احنا عم نقراها نقطه اصلا ستشجع الشباب بشكل اكثر، لانه رح يصير في نقاش للمعلومه وبالتالي رح يكون في اثراء ثقافي اكثر. بلا شك. صحيح. نعم. طيب انتم ايضا طرحتوا مصطلح في هذا المشروع، مصطلح لغه القراءه، خبرنا ماذا تقصد به؟ لغة القراءة، لأنه الآن بدينا نسمع في كل الأوساط، بدأوا الناس يقولوا لغة الفن ولغة الأغاني وغيرها. أصبح الإنسان اللغة اللي يتحدث بها مو هي الشيء الرئيسي، لأنه كثير ناس تتحدث بأكثر من لغة، لكن تجد من الداخل قد يكون فارغ بلا أفكار. لغة القراءة هي لا ما نختلف عليها إذا كانت العربية أو غير العربية، ولكن بالواقع لغة القراءة هي الشيء اللي يطلع من عندك بالفكر اللي أنت تقرأه. دائما يقولوا لك حدثني ماذا تقرا اقول لك من انت، فلذلك احنا استخدمنا لغه القراءه وتكلم لكي اراك. نعم. صحيح. جميل جميل. طيب يعني ذكرت في الفيديو كما شاهدنا عوامل القراءه وعوامل صناعه الفكر، ان تقرا، كيف تقرا وماذا تقرا. كيف وظف مشروع أصبوحة 180 عوامل صناعه الفكر هذه؟ هذه نقطه رئيسيه.
النقطة الرئيسية بهذا الموضوع للأسف حتى الشباب اللي اليوم أصبح يقرأ من عندنا ربما تأثر شوية بالأوضاع من حوله، وبدأوا الناس تبحث شوية عن الدراما أكثر، فبدينا نشوف رواج لبعض الكتب اللي يعني قد باعتقادنا هي تهدم أكثر مما أنه تبني. أنت لا يكفي أن تقرأ، لأنك قد تقرأ ما يذهب بعقلك، قد تقرأ ما يذهب بمبادئك، لكن يجب أن تكون حريص على ماذا تقرأ. تقرأ الأمور اللي مثل ما ذكرنا لكم راح تفيدك بعد 20 عام، راح تنشئ الإنسان اللي بعد 20 عام يوصلك. ذكرت بالبرنامج أمر جدا جميل اللي هو يتحدث عن حقوق الإنسان وما حدث مع الطفل السوري إيلان. إحنا نطمح إنه بتوفير منهج متجدد يوافق عليه الأعضاء، إحنا ما نجبرهم على قراءة كتاب، هناك منهج متجدد له ضوابط، أنت تختار ما يناسبك، والكتب كثيرة في ذلك، تختار ما يناسبك، لكن نضمن إنه أنت مهما اخترت من هذا المنهج راح يكون عندنا بعد 20 سنة أمة لا يحدث فيها ما حدث لإيلان ونبقى صامتين. جميل، صحيح. على فكرة هذه نريد أن ننشئ وفق إطار مسموح به. أنا بحييكم أحمد على هذه النقطة تحديدا، لأنه يمكن أنا كنت انخرطت في كثير من الفرق الثقافية والقرائية، مشكلة الشباب إنه خلص مثلا بيطلع موضة كتاب معين فبتجه إلى قراءة هذا الكتاب دون أن يدرك ما الفائدة بعد قراءة هذا الكتاب. صحيح. تحديدا إن لابد إنه يقرأ كتاب فيه من وراء هدف، وليس فقط لكي يقلد غيره، وليس فقط لأنه هذا الكتاب طلع فيه موضة يعني ما بين الشباب. لكن أنت أيضا ذكرت نقطة مهمة بالفيديو واللي عرضناه من شوي، إنه أسبوحة تراقب القارئ وتقيم هذا القارئ، يعني عم تعطوا فيدباك، فخبرنا كيف ذلك. اسمحي لي بالبداية أعقب على النقطة اللي ذكرتيها. نعم. من نقطة إنه هو ماذا يستفيد هنا، أكو همينة فد أمر أحب يعني ألفت الانتباه عليه. أحيانا أنا أقرأ 5 أسطر ونفس ال5 أسطر أنت تقرأيها، لكن صحيح. الفكرة اللي تنطبق عندك تختلف عن الفكرة اللي تنطبق صحيح عندك. ففكرة إنه أنت تكتب الأطروحة بما مو تلخصها، بما أثرت بيك، ثم تصوراتك راح توصل إلى فكرة كاملة لما يتصن الناس. نعم. اللي سألتي عنه عن موضوع المراقبة. نعم. باللقاء السابق ويا الأستاذ كان يتكلم عن الML marketing. نعم. صحيح؟ صحيح. إحنا خلينا نقول عندنا مثل ما نقول تابعنا منيح يا reading. نعم. تمام، يعني وإحنا مو بهالطريقة، لكن يعني كفكرة مشابهة للML marketing، الشخص بعد ما ينضم للمشروع وينهي تقريبا شهر أو أكثر يعني شهرين من القراءة، يدخل إلى دورة، هذه الدورة تؤهله بطريقة معينة إدارية إنه هو يكون مسؤول عن 10 من القراء. جميل. هو يهتم بقراءتهم اليومية، يذكرهم بالقراءة، كلهم حسب كتب مختلفة لكن وفق آلية معينة يذكرهم بشكل يومي ويضع علامات لالتزامهم بالقراءة وبكتابة الأطروحة. هذا الشخص إذا 10 اللي يهتم بهم أصبح أدائهم ممتاز جدا، طبعا هؤلاء 10 راح كل واحد بهم راح يصير بعدين قائد لـ10، وهذا الشخص إذا تميز راح يترقى من قائد إلى مراقب، فيصير هو مراقب على 10 من القادة. وبهذه الطريقة مثل الأمل ماركتينج، لكن الموضوع لكن بشكل إيجابي ليس مجرد بيع. نعم. بالمال أو بالهذا مع كل طبعا جميل. أهمية المال، لكن إحنا بالنسبة إن الماركتنج قاعد يصير بالشكل إذن الفكري. إذن فريق يعني فريق أصبوحة هو ليس فريق ثابت مكون من الأساس ويستمر، لكن فريق يتشكل مع الوقت. تمام. ومع اكتشاف الشخصيات المحبة للقراءة 100%. تمام. طيب يعني أنا أول شيء يعني لفتني فعليا سرعة ردكم، لفتني جمال التسويق اللي عم تتبعوه على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا شيء يعني يشهد لكم. لكن ما هي المشاريع التي تنمو فعلا فتحها في أسبوحة 180، وما هي الدول التي يغطيها هذا المشروع؟ أبدي من حيث انتهيتي بالنسبة للدول. نعم. اليوم مشروع أسبوحة طبعا في كل الدول العربية، كل الوطن العربي، بالإضافة للجاليات العربية في مختلف الدول منها طبعا تركيا. الآن قبل ما يبدأ اللقاء كان أكو أعضاء في أوهايو 3:30 عندهم الآن بالليل، ومع ذلك يشاهدونه. طبعا أوجه أحب دائما أوجه الآن التحية أستاذ فيصل السمادي اللي هو من الجالية الأردنية في الصين، يستخدم البروكسي فقط حتى ينضم لأسبوحة. جميل. يستمر في 14 دولة العرب قرروا ان هم يتوحدوا تحت فكرة اقتنعوا بها. اليوم احنا 4000 شخص واكثر، ومن اهدافنا ان شاء الله انه احنا في 2017 نصل ونتجاوز 10000 شخص. جميل. طيب احمد، انت ذكرت نقطة وشددت عليها اكثر من مرة انه نحن نعد القارئ لبعد 20 سنة، خبرنا كيف تعد القارئ لبعد 20 سنة؟ يعني ما هي، هل في خطوات معينة المنهجية؟ انت ذكرت انه في متابعة للقراءة، بناء تصورات بعد هذه القراءة، لكن ما بعد 20 سنة نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا، خبرنا عنها. أستاذ أنتم خبرتوني أنه مكان الإذاعة في إسطنبول، مو صحيح؟ نعم نعم.
طب خلينا ناخذ اسطنبول كمثال. اول شيء انا بدي احييك لانك انت قادر على اختزال المعلومه وبناء تصورات بشكل سريع جدا، فهذه نقطه مهمه حبذا لو يكونوا كل القارئين عندهم هاي النقطه. هذا من القراءه. نعم جميل. في اسطنبول وفي حدث قريب للغايه اللي هو الحدث اللي حدث من اغتيال السفير الروسي. لو كان هذا الحدث صار في مكان اخر راح نشوف ردات فعل مختلفه عن ما حدث في الساحه التركيه. الساحه التركيه اثبتت انه عندها تعليم عالي وانه هي منشاه من قبل انها تتقبل الصدمات، فشفنا انه الشعب التركي لم يتنصل من هذه الحادثه، والشعب التركي لم يقل مثلا انه من الان علينا ان نقف ضد سوريا او انه هذا دمار في بلادنا، ابدا. صحيح. هو تقبل الحادث واثبت انه هو شعب متعلم، وقبل ذلك اثبته مثلا في موضوع الانقلاب اللي حدث. صحيح. ما نريد ان نفعله انه احنا اليوم هذه الامه اللي احنا من عندها واللي للاسف وانتم تلاحظون 100% على السوشيال ميديا اصبحنا احنا ننجرف خلف اي شيء، خلف كتاب في موضه او خلف اي خبر ونبدا نحلل، واغلب هذه التحليلات تكون خاطئه. نريد ان نبدا بكتب حقيقيه تشكل فكر هذا الانسان، حتى بعد 20 سنه تصبح لدينا امه مستعده لتقبل اي صدمه، ومو بس هيك، لا، هي تستطيع ان هي تتطور، ان هي تواكب الاحداث، لانه احنا كنا في يوم من الايام والتاريخ يشهد في القمه، دليل ان ديننا اوصلنا الى هنا، فالخلل ليس بالدين، الخلل بتقصيرنا، يجب الان انه احنا نواكب حتى نعود الى ما كنا عليه، ثم نبدا من هناك الى الانطلاق. جميل جميل هذا الفكر وهذا المنطق، يعطيكم العافية. طيب يعني في الختام، ما قبل الحديث بس عن العضويات الذهبية والفضية في تصنيف القراء في هذا المشروع، لفتني اسم المشروع أصبوحة 180، لو تحكي لنا شوي أو تفسر لنا عن سبب اختيار هذا المسمى. هو إلى تفسير، يعني إذا تنطيني مجال. نعم. التفسير اللي هو الدائم اللي احنا دائما نوضحه للناس، احنا نقول انه الآن أمتنا تمر في نفق مظلم، هذا النفق المظلم نرتجي إن شاء الله من بعد أن تشرق علينا الشمس وأنه تذهب هذه الغمة اللي تصيبنا بكل مجالاتنا، سواء الاجتماعية أو السياسية أو المالية، بكل حتى الفكرية نواجه الآن ظلمة، ولما يشتد الظلام تأتي بعده أصبوحة، فهي أصبوحة و180 لأنها تغير الشخصية 180 درجة. جميل. النقيض الثانية للموضوع أن المشروع في أول ما بدأ بشخص واحد اللي هو أنا، وكانت الفكرة أنه نريد أن نجد سبب حتى نستيقظ قبل صلاة الفجر، قبل أن تبدأ الأصبوحة. نعم. فنجهز لحلقات تختص بالقراءة وتذاع في بداية الصباح. من هذه الحلقات تطورنا وأصبحنا اليوم مشروع لصناعة القراء. جميل جدا. طيب خبرنا الآن عن العضويات الذهبية والفضية. نعم، العضويات الذهبية والفضية وغيرها من الجوائز الأخرى كأفضل قارئ وأفضل قائد وأفضل مناقش وغيرها، هي قضايا فقط حتى تذهب روتين القراءة وتستخدم القراءة في التشجيع. العضوية الذهبية هو شخص استطاع لمدة شهر كامل أن يقرأ بشكل متواصل، ما ينقطع أبداً، ما يقصر. العضوية الفضية هو الشخص اللي ممكن يكون قصر في بعض الأيام، لكنه على الأقل استمر ل 21 يوم. طبعاً هذه الأسماء يتم الاحتفاظ بها، وهذه الأسماء يتم مراجعتها وتقييمها بشكل كل 3 أشهر حتى نتواصل وياهم ونعرض عليهم أنهم يكونوا قادرين على قيادة غيرهم من القراء، لأنه أنت أن تراقب قراء وتهتم بهم يجب أن تكون أنت أصلاً لديك الالتزام ولديك الوعي الكافي أنه أنت تتواصل وياهم. جميل، يعني مشروع جدا مميز، نتمنى لكم التوفيق فعلا في خطواتكم ومشاريعكم القادمة. كل الشكر لك أستاذ أحمد الشمري، مؤسس مشروع أصبوحة 180، شكرا لتواجدك معنا. كل الشكر لك، شكرا جزيلا. هلا فيك. يعني بتعرفي صفاء، هذا المشروع بالفعل مميز، أن لابد أنه أذكر يعني هذه رسالة لكثير من الفرق الثقافية والفرق التطوعية والفرق التي تقرأ وتحب قراءة الكتب. الآن عم نلاحظ كثير من الشباب عم بقرأوا فقط لغاية الحفظ، فقط لغاية أنه نشارك إحنا ببوست جديد على الفيسبوك، ليس هذا الغرض من القراءة. صحيح. إذا ما كان عندك غرض بناء تصور معين، بناء تنبؤات معينة، القدرة على توظيف المعلومة في سلوكيات حياتك وفي عملك وفي أي مكان في حياتك، إذن يعني فأنا أعتقد يجب أن تعيد النظر في كل ما تقرأ، لأنه الهدف من القراءة هدف إنتاجي وليس هدف يعني أن نظل متقوقعين. صحيح. في غاية القراءة. يعني أنت ذكرت يمكن أسرع عن الأشخاص اللي بيقرأوا فعلا. نعم. لكن كثير من الأشخاص أخذتهم عجقة الحياة، مسؤوليات. نعم. الحياة، وكل واحد كل ما عم بيكبر أكثر بتزيد عنده المسؤوليات. صحيح. والالتزامات اللي بتبعده ربما عن ركب القراءة والقراء، لكن الجميل بهذا المشروع أنه هناك يعني حدا يرجع يذكرك، يقيمك. صحيح. يتابعك، وهذا شيء جدا جميل وأيضا مفيد للتشجيع على القراءة.